اهلا بكم من جديد. اسمحوا لي انه يعني اقول قبل ما نبدا حواري مع ضيوفي اعضاء قائمه المهندس محمود طاهر في انتخابات الاهلي. انا عارف انه خلاص داخلين على الانتخابات، فالاعصاب ممكن تبقى مشدوده والناس مجهده كمان من المجهود اللي بيبذلوه، لكن اعتقد ان حوارنا النهارده هيبقى فيه اريحيه وحوار هادي جدا. يمكن ده راجع لانه الناس عندها ثقه كامله بما تملكه من افكار وبما قدمه محمود طاهر في السنين اللي فاتت، فيعني مش عايز اقول، مش عايز اصدر عليهم، يعني اقول ان هم الاعصاب مستريحه مش مشدوده قوي. انا معايا الاعلامي الكبير خالد حبيب. اهلا بيك يا فندم. أهلا أهلا. مرشح فوق السن و اكيد فوق السن ولا تحت السن؟ فوق السن. طيب لا خلينا يعني لسه شباب يعني. والدكتور ايهاب ماضي مرشح فوق السن برضه، هو راجل شباب اهو. ايوه صح. وشيرين منصور مرشحه تحت السن. عامله انت عامله يعني حاله وروح، ويبدو انك عامله مشاكل كتير. ماشي، مشاكل كتير معانا. العنصر النسائي الوحيد اللي معانا في القايمه، في القايمه اختنا الصغير هي تحت السن، والعنصر النسائي الوحيد. فكل القايمه بتدلع فيه. وسباحه يعني 13 مهمة على العالم. مهم. سمكه ما شاء الله. ما شاء الله. طيب، وهي هي بس كمان هي بنتها ملك ولا مليكه؟ مليكه. مليكه كده. مليكه دي خلاص هتاخد كرسي معانا على فكره في المجلس، لان معانا في كل الندوات، في كل الندوات حضرتك معانا. ما هي مليكه عندها مشكله ان مامتها في التلفزيون ازاي قاعده في الجهاز ده ازاي، صح؟ طيب خلوني انا استاذنكم وابدا مع يعني زميل الدكتور خالد حبيب. السؤال اللي هو العادي جدا البسيط، خليني انا مواطن بعيد عن الحاله، ليه ادي صوتي لقائمه محمود طاهر؟ طيب انا هرجع، وانا بشكر حضرتك على المقدمه الجميله وعلى هدوء الاعصاب، بس هقول حته اضافيه في هدوء الاعصاب، انه اكتر ان احنا عايزين ندي صوره بجد للعمل التطوعي. فما فيش مخلوق، اعتقادي الشخصي بعد ما قعدنا مع المجموعه الجميله، احنا بقالنا نعرف بعض 4 اسابيع من اول لحظه في الاختيار اساسا، ودي عنصر مهم جدا ليه القائمه دي تختلف، ان من اول لحظه الناس دي كانوا عارفه بعض بقالها كتير قوي، لان اختيار كل حد فيهم تم على مواصفات تكمل بعض، ودي كانت مهمه جدا. قدرات ومهارات فنيه، خبرات معينه في مجالات النادي محتاجها، وكمان عناصر على خلق وطبيعه شخصيه تقدر تعمل عمل جماعي، ودي مهمه جدا. فاحنا الجزء الهدوء ده ان انت مستريح مع ناس انت شايف ان احنا ممكن نقدم حاجه مع بعض، وان ما حدش فينا عنده غرض بجد، وربنا عارف والناس عارفه، لان من تاريخ كل حد في مجموعه، يمكن انا اقول لهم كل واحد في الناس دي عنده ما يكفيه من الاهتمامات والاعمال والانجازات وغيره، هو مش داخل الا يضيف قيمه للنادي الاهلي. فما عندناش التوتر، والله لو خسرت هيحصل ايه، ولو كسبت في الاخر. الكلمه جميله كانت لسه بنشوفها دلوقتي المهندس محمود طاهر، اللي هو بيقول اي مكان اختيار جماعي، لو ما اختارتنا او لم تختارنا، هو في الاخر الاختيار الصح، هو يحترم الاختيار ويبقى ده الصح. يبقى احنا هاديين جدا وعملنا الصوره بتاعتنا، يمكن نكون زي ما الاجانب بيقول لك كاتلس، ده العامل المعاون اللي هو خلى المجموعه الثانيه تقدم احسن ما عدا تكسب، او يمكن احنا الناس يختارونا عشان عندنا حاجه متكامله. فكره القائمه بكل بساطه، الاهلي بنسميها زي ما كنا بنتكلم كده في موضوعات، حاجه مثلا زي الالعاب القوى، يقول لك في حاجه اسمها ايه السكند ويند، الريحه الثانيه. في نجاحات على نطاق كبير جدا في مجالات مختلفه، احنا لسه كنا بنتكلم من شويه انجازات في مجال الرياضه، هنتكلم الرياضه ماشيه بشكل كويس قوي. اول سنه، السنه اللي فاتت، 3 بطولات جماعيه افريقيه الاهلي بياخدها، يد وسله وطايره، بطولات كثيره جدا، بطولات عالم في الكاراتيه وغيره. التوسعات رهيبه في النادي، اهلي الشيخ زايد بقى موجود وقائم بالاف الاعضاء دخلوا فيه، نفس القصه توسعات في مدينه نصر، بنتكلم على التجمع الارض بتاعته، بنتكلم على دراسه جدوى، يعني مش كلام احلام بالنسبه للاستاد، لا دراسه جدوى على مستوى عالي جدا، ماليه واقتصاديه وفنيه وكل حاجه، في حاجات كتيره جدا، خدمات على مستوى اعلى بكتير جدا للاعضاء، بتتكلم على 147 الف اسره في النادي الاهلي، بتتكلم على فرق رياضيه كتيره جدا، اكاديميات في كل مكان. وفي مقابل هذه النجاحات كلها، في كمان اعتراف باخطاء، وده طبيعي يحصل في اي عمل، اللي بيشتغل لازم يغلط، لكن مش بس اعتراف بالاخطاء. هو اللي عمله المهندس محمود طاهر مشكور، ان هو لما قعد مع كل واحد فينا، والراجل كانه زي ما هو دلوقتي بيقدمنا بكل فخر، يقول انا مبسوط ان انا معايا الناس دي، لا هو كان كانه بيقول لنا انت عايز تكون جزء من المنظومه دي ولا لا. فكل واحد فينا هو بيسمع الفكره كلها، راجل بيقول له انا نجحت في 1 2 3، اخطات لما احقق النجاح الكافي في 4 5 6، عندي استراتيجيه كامله عشان اعملها، عنده رؤيه للنادي الاهلي مش 4 سنين قدام، 20 سنه قدام. وزي ما بيحصل النهارده في بلدنا، زي ما الرئيس بيعمل النهارده، وناس كتير تشتكي وتقول لك لا ده مشكله وعايزين اكل النهارده فورا، هو بيعمل بنيه اساسيه ومرافق وكلام من ده، والنادي الاهلي بيفكر بنفس المنطق. الميزانيه بتاعتنا نطت دلوقتي من 300 400 مليون، بتتكلم على مليار، بتتكلم على توسعات غير طبيعيه في كل مكان،
تكلم على رغبة ان انت ما تكونش بتوصل أندية العالم في كرة القدم مرة وتختفي بعديها، عايز تعمل قاعدة ناشئين بثوابت لكل حاجة، عايز تعمل معايير، تعمل منظومة إدارية وهيكلة للنادي كله تخدم كل أهدافك دي بشكل قوي، فتبدأ تفكر بالشكل ده. لا ده انا عايز يكون معايا واحد اقتصادي على أعلى مستوى، يبقى عندك الدكتور هاني سري الدين راجل اقتصادي وقانوني، انت عندك اتفاقيات على مستوى دولي النهارده. فمع كل احترام لكل انواع الخبرات القانونيه، لا انت محتاج خبره قانونيه دوليه اقتصاديه على مستوى مختلف تماما. عندك مجال اسطوري الاعلام، الاهلي اعلام، بنتكلم اهلي واحد صوت واحد، عندك القناه بتاعت الاهلي، عندك المجله، عندك مركز اعلامي، عندك السوشيال ميديا كلها، محتاج حد بخبره وقيمه الاستاذ حمدي كنيسي اللي هو نقيب الاعلاميين النهارده اللي هو بيهيكل وبيحط ضوابط للممارسات الاعلاميه كلها في مصر. عندك جزء اساسي جدا 146 الف اسره مره ثانيه، لعيبه رياضيه بتمثل مصر في كل مكان، العلاج والتاهيل وكل حاجه. وطبعا هنتكلم عنها دكتور ايهاب ماضي، فانت جايب راجل عنده خبرات عاليه جدا في هذا الامر ومحترف في هذا الامر وبخبرات عالميه مش بس في مصر عشان يعملها. عندك الجزء اللي هو كل ما يتعلق بالانشاءات، الاستاد الجديد والتجمع وتوسعات ثانيه، استغلال كل سنتي في مساحات ضيقه جدا، عايزه ابداع وعايزه خبره. يبقى عندك دكتور محمد يحيى اللي هو ما شاء الله من كبار الاستشاريين في مصر واللي هو راجع برده من بره وعمل شغل جامد جدا في العاصمه الاداريه، هو نفس اللي عمل الشيخ زايد وغيره. عندك في فكرة في تكوين القائد، كل خطوة يعني مش مجرد انه دول افراد مثلا انتمائهم او ولائهم لمحمود طاهر او اصدقاء او الى اخره، مفيش كلام ده خالص. ففي فكرة في تكوين القائد، كل حد ليه دور معين. مهندس مصطفى مراد فهمي بتكلم مع راجل كان مسؤول عن الكورة في افريقيا كلها سنين طويلة والعالم في الفيفا، الراجل ده اقدر من يقوم بدور اللي هو اداره كره القدم، مش لاعب كره القدم، فارق كبير جدا. العبد الفقير الله انا داخل عشان اعمل اعاده هيكله كامله، تطوير، نعمل برامج تاهيل لاعضاء النادي الشباب زي ما عملنا ببرنامج الرئاسي تاهيل الشباب. احنا بمناسبه البرامج دي هنيجي لنقطه مهمه طبعًا جدا محتاجين انا بس هستاذنك منك ايضاح، هنتكلم طبعا. عندي سيده الفاضله اللي قاعده قدامنا شيرين قصه كبيره جدا، لان هي غير ان هي معلمه فاضله، غير ان هي متخصصه ودارسه في كل ما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصه، وعندها برامج طموحه جدا للمراه وللطفل ولكبار السن ولكل ذوي الاحتياجات الخاصه باهاليهم. خلينا نسمعها. هنسمعها لازم. اتفضلي. كلمي براحتك اهو. بصي اتكلمي بصدق كده، كان يعني انت بتوجهي كلامك لبنتك مش هتكذبي عليها. دلوقتي احنا كان عندنا ذوي الاحتياجات الخاصه ما كانش ليهم دور في النادي الاهلي قبل المهندس محمود طاهر. ابتدى يبقى ليهم دور في اخر سنتين في مجلس المهندس محمود طاهر، بس الدور ده ما كانش كافي ليهم. المرافق مش مهيئة بطريقة مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة. احنا كان عندنا اعاقات او مركزين على الاعاقات الذهنية، ما كانش فيه اعاقات حركية خالص. ابتدينا ان احنا نشتغل ان احنا هندخل اعاقات ذهنية واعاقات حركية لان بعض الناس عندهم الاتنين. ابتدينا نعيد تصنيف الحالات اللي موجودة عندنا، وابتدينا من دلوقتي ابتدينا نسجلهم في الاتحاد علشان عندنا بطولات مهمة جدا الفترة اللي جاية. ما كانش عندنا نسبة المشاركة عالية قوي، دلوقتي ابتدت الناس تهتم وتسأل وتبعت، بتبعت لي على الفيسبوك يسألوني هل ممكن ننضم للنادي الأهلي دلوقتي، احنا أصحاب إعاقات حركية وعندنا مشاكل وعندنا حاجات ما كانش النادي الأهلي بيهيئها لنا، ولما سمعنا البرنامج هل ينفع. فابتديت أجمع الناس مرة تانية علشان أبتدي أعيد تأهيل، لأن أنا يعني أول مرة في تاريخ النادي الأهلي ما يبقاش عندنا غير لعيب واحد بس في منتخب مصر. فكل هدفنا الفترة اللي جاية أن منتخب مصر نغذيه باللعيبة من النادي الأهلي. ابتدينا نحط خطة مظبوطة، ابتدينا نعيد تصنيف الإعاقات اللي موجودة عندنا، ابتدينا نسجل الناس. عندنا دلوقتي حد متخصص بيسجل في اللجنة عندنا في الاتحادات المختلفة. فالموضوع ابتدى يمشي بطريقة زي ما بنقول مهنية بعض الشيء، لان احنا كان الموضوع ماشي ترفيهي بس، مش مجرد مشاركه في بطولات بس. ما فيش دكتور تاهيل مظبوط، ما فيش دخول جيم، ما فيش بتتكلم على يعني بالظبط الحاجات اللي هي من مجرد تقضيه وقت الى انه في هدف يبقى في بطوله. بالظبط احنا عندنا ابطال رياضيين كبار جدا في النادي الاهلي في كل الرياضات اسوياء. احنا دلوقتي بنركز على ذوي الاحتياجات الخاصه لان من حقهم علينا ان احنا نبتدي نهتم بالجزء ده. احنا عندنا ابطال عالم، ناس اتصنفوا غلط بنعيد تصنيفهم من اول وجديد. احنا طمعانين ان زي ما عندنا ناس متفوقين في الرياضات العاديه، احنا كمان عايزين ذوي الاحتياجات الخاصه نوضح قد ايه هم اقوياء عندنا في النادي الاهلي. الحاجه الثانيه، الاطفال عندنا كانوا بيجوا مجرد ان هم ما عندهمش حاجه غير مراجيح او مكتبه. غير كده ما عندناش انشطه ثانيه. احنا ابتدينا نركز شويه على الانشطه الثقافيه. ابتدينا نحط برنامج كامل ان احنا ناهلهم صح، نعرفهم الدنيا ماشيه ازاي، زي ما في بعض المدارس اللي هم الدوليه بيعملوا برامج تاهيليه للاطفال ان هم ازاي يتعاملوا مع المهن اللي هم
ليهم طموح ان هم يشتغلوا فيها لما يكبروا. ده اللي احنا بنشتغل عليه حاليا في النادي الاهلي، او البرامج اللي احنا حاطينها حاليا، ان الناس اللي ما لحقتش تلتحق بالمدارس دي احنا بنديهم الفرصه ان هم يتبعوا نفس النظام، ان احنا ناهلهم فكريا ازاي ان هم يفضلوا على نفس النهج بتاعت الناس دي. عاملين مكتبه متكامله، عاملين ورش فنية. القراءة عندنا ما بقتش مجرد قراءة فقط، لا، احنا بقينا بنقرأ وبنطبق بحاجة اسمها التمثيل، ازاي يقدر يقرأ ويمثل الحاجة اللي هو قراها عشان اتأكد ان هو فاهمها. عاملين مسرح اطفال الاطفال الصغيرين. أثرت كتير انت في ال يعني هي ما شاء الله. انا بحب كتير الشغل ده، فعشان كده انا حاطة البرنامج ده بطريقة انا عارفة هي هتشتغل ازاي وهتبقى فعالة مع الاطفال ازاي. هحبب الولاد ان هم يدخلوا النادي الاهلي، مش مجرد ان هم يلعبوا في مراجيح، لا، هم حابين ان هم يدخلوا المكتبة ويتعلموا ونقعد. يعني الموضوع ما بقاش اكراه، الموضوع احنا بنحببهم ازاي. طب خلينا نروح للدكتور ايهاب ونرجع نقول انت هتروجي للفكرة دي وتمرريها للناس ازاي. دكتور ايهاب، انا تفائلت لما يعني انت دخلت، يعني الابتسامة بتاعتك كده والثقة. والله والثقة يعني لانه انت عارف انا في البرنامج هنا اعلنت بشكل واضح جدا موقفي، يعني فما عنديش، فلما برحب على اعلان قبل سيادتك على لا انت بتوع القايمه، انت بتوع القايمه يعني. لكن قول يا فندم، في جزئين، يعني جزء الشباب، انت عارف طول الوقت الشباب هم الكتله الحرجه في انديه وبرا الانديه يعني. انتم مقدمين ايه خارج اللي هم الناس اللي في اللعبات المختلفه يعني؟ يعني هتخاطبوهم ازاي او خاطبتوهم ازاي عشان تقنعوهم انه هذه القائمه هي الافضل لمستقبل النادي؟ بص يا فندم، احنا قصه القائمه بتاعتنا اللي احنا كل واحد ماسك ملف. احنا هنشتغل في روح التيم الفريق. تمام. ولكن كل واحد متخصص في ملف، مش معنى ان واخد الملف وماشي بيه لوحده. لا، ده قرار مجلس، وبنقعد المجلس كلنا ان شاء الله لما ننجح هنقعد كلنا ناخد القرار مع بعض، لكن كل واحد مختص بملف. انا مختص بملف لطيف، هو الملف الطبي. نظرا ان دكتور انا جراح تجميل والشارك راح التجميل فرنسا. ما انا كنت راجع للملف الطبي، بس قلت اخدك كشاب الاول تتكلم معاه. مش شاب، ده بيقول ان جار مخلع على عشان بتاع تجميل بس. لا والله. فماسك الملف الطبي. الملف الطبي فكرته لطيفه جدا، ان دي هتبقى اول تجربه رائده في مصر. ما فيش نادي عملها، اللي هو التامين الصحي. احنا هنتكلم في ثلاث محاور في النادي، اللي هم الثلاث فئات اللي موجودين في النادي، سواء اعضاء ال 147,000 اسره، او اللعيبه الرياضيين، وده جزء كبير جدا مهم بالنسبه لنا، او اللي ما ينفعش ننساهم العمال والموظفين بتوع النادي اللي وصل عددهم من 1800 ل 2000 موظف. الموظفين بتوع النادي دول هبدا بيهم على طول، لان دايما الموظفين الاول، موظفين النادي، لازم ابدا بالموظفين الاول. الموظفين عندهم تامين طبي، عندهم شكاوى كتير جدا منه، عاوزين نحسنه وندخله في منظومه كويسه في التامين الطبي. دي بتتخصم من مرتباتهم، بس عاوزين ندلهم احسن حلول وافضل حلول طبيه ليهم تفيدهم. هنخش للرياضيين. الرياضيين دي مشكله كبيره جدا، عندنا نسبه الاصابات عاليه في النادي، في اي نادي في مصر في نسبه اصابات عاليه، بنصرف عليها فلوس كتير جدا. ليه اعالج كل حاله لوحدها؟ ليه ما اعملش تامين انشورنس كامل يغطي كل الرياضيين بتوع النادي، والنادي اللي يتكفل بالكلام ده؟ لو جينا نحسبها حسابيا هلاقي النادي يكسب فلوس اكتر. بدل ما اقعد اصرف على كل واحد في كل حاله وكلفت كام، لا، انا هعمل محفظه ماليه في النادي تامن على الناس دي كلها، ولو احتاج علاقهم بره يقدروا يسافروا بره، جزء من المحفظه الماليه مستقله غير التامين، نقدر نسافر في الحالات الخطر. النهارده ده ابني وابنك وابنائنا كلنا اللي بيلعبوا في النادي، هم اللي بيشيلوا اسم النادي الاهلي، هم اللي بيشيلوا اسم مصر، ازاي معالجوش؟ تاني حاجه، ازاي اقي من اصابات الملاعب؟ جينا لقينا حاجه بسيطه جدا، لما ترجع لشركات التامين بيقول لك الاحمال في مصر، عندنا مشكله في الاحمال، عندنا مشكله في التغذيه الرياضيه، عندنا مشكله في الاعداد، مش بيظبط التامين، ما يأمنش من اساسه، لان بيقول لك انت ما عندكش النهارده دكتور بيحط احمال مظبوطه للعيب. طب انت هتحط اي احمال؟ طب الولد هيتصاب، يبقى هو يعالجه ليه؟ طب ما احنا نحل المشكله، والوقايه خير من العلاج. صحيح. نرجع نحل المشكله علشان نقلل العلاج، ولا قدر الله لو اتصاب نعالجه. عندنا مشكله كبيره جدا في مصر، مش الاعداد البدني بس، الاعداد البدني حتى لو عملناه سليم، الاعداد النفسي والدكاتره النفسيين اللي يعالجوا السلوكيات، اللعيب ازاي يبقى فايتر وازاي يكسب وازاي ما ينكسرش، وحتى لو انهزم اول بطوله ازاي يعلمه يعمل زي ما الدكتور بيقول السكند ويند، يعني هيطلع ريحه ثانيه، وازاي يخش وازاي يحارب وازاي يكسب. كل ده الفرق ما بين البطل والبني ادم العادي، ده احنا نوفرها له، ولو انصاب هنعالجه في الانشورنس. نيجي بقى لل 147,000 اسره اللي موجوده عندي في النادي، ازاي انا بالعدد ده كله كمؤسسه كبيره زي النادي الاهلي ما اقدرش ادي تامين طبي للاعضاء؟
ادخل التامين، ادخل التامين الطبي في النادي تحت مظله تغطي كل الناس دي ونقدر نعالج الناس دي. تخيل حضرتك دي ما اتعملتش في نوادي قبل كده، لو اتعملت في النادي الاهلي ودي هتبقى تجربه من اول مره تتعمل. وابتدينا معلش ده اندهاش يعني انه كان الناس في الاهلي ما كانش فيه التامين الطبي ده؟ لا مفيش لحد دلوقتي، مفيش ولا نادي في مصر، في شركات عاملاها، في مؤسسات عاملاها، في المؤسسه العسكريه، في المستشفيات العسكريه، في مؤسسه القضاء، في شركات خاصه، لكن في النادي لا مفيش. في على العمال والموظفين، وانا نفسي نطبقها في النادي الاهلي وننجح فيها وبعدين نعممها على انديه مصر كلها. متخيل حضرتك هنشيل قد ايه من الدوله؟ طبعا، فده اللي احنا بنفكر فيه. تاني حاجه، انا رياضي وعندي خلفيه رياضيه لان كنت بطل سباحه وكنت بطل كره ميه، فعندي سؤال دايما مضايقني جدا، ازاي ما عنديش 10 15 20 بطل اولمبي جوه النادي الاهلي؟ انا النهارده الميزانيه بتاعت النادي الاهلي تعدي المليار، يعني اغنى من اي اتحاد في مصر. ليه الولد لما يبقى بطل بنسيبه للاتحاد والاتحاد يكمل عليه ومصر تصرف عليه؟ ليه النادي الاهلي ما يهتمش باولاده ووصل بيهم للبطوله الدوليه والبطوله العالميه والاولمبيه؟ بما ان ميزانيتي كبيره، بما ان عندي رجال اعمال جوه النادي يقدروا يعملوا سبونسرشيب او يقدروا يدفعوا او يعمل حقوق رعايه للعيبه غير الشركات الراعي. ليه ما عملش الكلام ده؟ 147 الف اسره، هيطلع فيهم كام رجل اعمال؟ هيطلع فيهم كام واحد مقتدر؟ انت بتتكلم النادي بالنادي الاهلي يعني بقيمته يعني وبتاريخه وبميزانيته طبعا يقدر حتى يرعى كمان ابطال من بره النادي. يا ريت نعرف نرعى اللي جوه النادي ونطلع الابطال من جوه النادي وبعد كده نبدا نشوف لما يبقى عندنا فائض نبدا ناخد من بره النادي، لكن انا مهتم بجوه النادي وده جزء كبير جدا. دي نقطه مهمه طبعا. طبعا مهمه جدا. بص انا في رايي الاهلي هو مصر. انا كنت بلعب سباحه زمان فكنا بنقف على الستارت كلنا واحنا عندنا 7 و8 سنين و9 سنين. مش اي نوادي تانية، مش اي حد تاني. لا انا بلعب اهلي، انا في نوادي تانية فعلا. لا انا جالي من الاهلي هو مصر. كنا بنقف، ما انا بحكي لحضرتك، كان وقفنا مدرب السباحه الساعه 5 الصبح 6 الصبح على الستارت ولازم نسمع نادي اهلي يعني ايه، كله يقول يعني مصر. وابتدت الوطنيه بتاعت مصر من هنا، يعني تحيه العلم في المدرسه بالنسبه لك. تحيه العلم في المدرسه والنادي الاهلي هو مصر. ودي كلمه مصر دخلت معايا من الاهلي، ده الاهلي اللي انت بتحبه، ده الاهلي اللي انت عاوز تكسبه، وده مصر ممثل في مصر. فلو انت عاوز تخدم مصر انا بخدمها طبعا، اقدر اخدم مصر في كل المجالات لكن بخدمها في المساحه دي، في المساحه دي اللي المساحة انا داخل ليها. السؤال الاهم، انت داخل ليه؟ داخل عشان حاجه بسيطه جدا، الفعل او اراده الفعل. بس ولا داخل بس على اراده الفعل. احنا كان معايا امبارح المهندس حسين صبور وسالته سؤال، قلت له هي مشكلتنا في مصر انه الاراده ولا الاداره؟ انت رايك ايه؟ الناس كلها عندها القدره تمام. حضرتك ما اعرفش بتلعب رياضه بانتظام ولا بتلعب بصراحه ولا بغير انتظام؟ طيب فلو حضرتك خرجت من هنا ولقيت كلب وولف كبير بره بصراحه، لو لقينا كلب وولف كبير بره طبعا ومارس رياضه، وانا لسه راجع من حادثه عنيفه جدا. ماشي انا راجع من حادثه عنيفه جدا، لو طلعنا احنا اتنين بره لقينا كلب وولف احنا الاثنين هنجري جري غير طبيعي، ولا بطل العالم ولا محمد صلاح ربنا يديله الصحه ان شاء الله، لان عندك رغبه غير طبيعيه انك عايز تعيش. لو اي حد في الدنيا عنده الرغبه والاراده الحقيقيه هيوصل لكل حاجه. احنا النهارده في العالم كله عشان نعلم اي حد في اي مجال، حضرتك عارف انا شغلي كله في عيادة الهيكله، فبنقول للناس انت بندور على حاجه واحده بس، التنبه للتعلم. الراجل اللي هو عينيه مصحصحه كده، مش احنا دلوقتي بنضحك على كل حاجه يقول لك ايه اقفل الراوتر وافتحه زي زمان اخبط القريه بتاع التلفزيون بطلت دي، يقول لك لا انا عايزك لا ما تسيبوش كده، قول لي هو انا لما قفلته وفتحته حصل ايه؟ اتعلمها. اللي عنده الاراده والرغبه انه يتعلم هيتعلم اي حاجه في الدنيا. طيب انا نقطه مهمه جدا اثيرت طول الوقت حوالين دكتور خالد حبيب فيما يتعلق بالبرنامج تمام، واتقال ان انت سطيت على برنامج بصراحه يعني انت محتاج تسطول على حاجه حضرتك انت خالد حبيب يعني انا مش عارف حضرتك الناس يعني بكسف الواحد يتكلم والله للايضاح لا خالص لا طيب حضرتك انا كان ليا الشرف ان انا صممت البرنامج الرئاسي تأهيل الشباب اللي حضرتك شفت الظهور الجميل للاولاد شفت الاولاد كمان الناتج بتاعها عامل ازاي، عملت اعاده هيكله لاكبر شركات في العالم على افريقيا والشرق الاوسط، اكبر شركه ادويه في العالم، اكبر بنك انجليزي في العالم، اكبر مجموعه شركات في العالم، مش عايز اقول اسامي عشان ما تكونش اعلانات بس يعني حاجات تقيله جدا كنا مسؤول عن العالم كله فيها، اكبر شركه اتصالات هنا، عملنا اكاديميه تعليم بالكامل اللي هي كتاب دلوقتي قبل ما يعلن عنه رسمي اللي هو الثمار 6 خلصت الطبعه الاولى تماما وبالناس بتطرده في كل حته. قعدت ربع ساعه بطلب من الناس هم اللي كانوا عايزيني وكمان اضاف مع قائمه منافس يعني وعايز اقول لحضرتك يعني الكلام العمومي اللي الناس بيكتبوه دايما في الاول، عارف حضرتك لو جبت كل رؤساء مصر اخر 50 سنه وسالتهم كلهم نفسك مصر تبقى عامله ازاي هيقولوا نفس الكلام العمومي اللي هو نكون ناجحين في كل حاجه. انا بس بضحك من حاجه ثانيه، بضحك ان الناس دايما بتبص دايما على الطرف الاخر وتنتقد وتعمل وتساوي
دايما لو كل واحد ركز. انا دايما عندي جمله بهزر فيها عندي في برنامج الاذاعي بتاعي، بيقول ايه؟ بص في ورقتك لو سمحت، ولو بصيت في ورقتك هتنجح وتتالق جامد جدا. انا نفسي تكون المنافسه دايما كل الناس بيتكلموا على النجاح اللي ممكن نعمله، ويمكن ده يرجعنا تاني الحرب الشنيعه في هذه الانتخابات ملهاش اي دعوه خالص باعضاء القائمتين من وجهه نظري المتواضع، كلها من ناس اصحاب مصالح ومنتفعين حوالين الناس دي، ملكيين اكتر من ملك، دبه بتقتل صاحبها وعايز يقول لك ده فلان عمل وفلان عمل. وساعه الجد لما يجي نوضح حاجه زي كده تلاقي الناس على طول بيقولوا ايه؟ بيقولوا يعني لا والله انا ما اقصدش وما يقدرش يكذبك. نرجع تاني بقى النقطه المهمه جدا، حضرتك كنت فتحت قصه وانا محتاجه عايز ارد عليها انها جميله جدا، وهربطها بان انا سمعت. وانا لما بسمع شيرين بتتكلم وبسمع ايهاب بيتكلم انا مستمتع بالكلام، لان حضرتك لو خدت بالك الكلام كله عباره عن ايه؟ لا كل واحد عنده ملف معين شغال فيه وعارف هو هيوصل ازاي وعملها باشكال كتيره في حياته. لا انا كمان انا بسجل كمان اعجابي بالدكتور ايهاب لسبب انه انا لما سالته على حاجه فقال لك انا عندي ملفي كذا، فواحد اثنين ثلاثه جميل جدا، وده اجمل حاجه عندنا. فبقول لحضرتك احنا اجمل حاجه في الدنيا ان حضرتك يكون عندك دايما، بيقول الاجانب يقول لك عندك قصه تحكيها ستوري تو تيل، فكل حد في المجموعه دي لما هيطلع يتكلم عارف بيتكلم فين. فبنفس القصه دي احنا نتمنى كل طرف كل حد داخل يا رب يقدم حاجه احسن من كده مليون مره، احنا كلنا عايزين الاهلي في احسن حال. لكن ان حد يبقى كل تركيزه يطلع العيوب ولا حاجه في حاجه تانية او يقول والله ده خد مني. على فكره دايما احنا زمان حضرتك شغال في الاعلام وعارف حضرتك قبل كده انا كنت بستمتع بكتاباتك دايما زمان في روزي يوسف وغيره. فالجميل جدا هو اكيد حضرتك وانت بتشتغل اتسرق منك 60 مره قبل كده حاجات. قدامك حاجه من اتنين، يا اما تعيط وتقول مش عارف اعملها تاني. طب معلش بدون قطع كلامك على موضوع السرقه واقتباس الافكار. انا بقول لحضرتك احنا كقائمه كل واحد مع ملف. ان شاء الله يحالفنا الحظ، لو ما حالفناش الملفات دي جاهزه للنادي الاهلي. طبعا مستعد نشارك مع ميل. تمام. بس انا عايزك لحضرتك تاني، فحضرتك بقى قدامك حاجه من اتنين، يا اما اللي اتسرق منك عمرك ما هتعمل زيه. جميل طبعا مش لا وهو يروح الاهلي كده فعلا. الفكره ايه؟ روح الاهلي الفكره دي. بالظبط هي الفكره ان انت داخل في انت مش داخل في سباق خالص. بالظبط ولا داخل في صراع، انت داخل الطرفين في النهايه حتى القوائم الاخرى. احنا بنتصارع، احنا بنتبارى. بالظبط كلمه عضو النادي بنقدم احسن ما عندنا. ففي اللحظه اللي لم يحالفك الحظ فكل الافكار دي هتقدمها حتى كمان بعض. طيب. الملفات جاهزه تعملي كده في الملف بتاعك؟ انا اصلا عارضه من دلوقتي. بصراحه من دلوقتي لا عادي والله كلها شغاله من دلوقتي. انا ابتديت اصلا بالفعل تسجيل الناس، والناس دلوقتي الموضوع جاهز وكامل عامله لها قاعده جميله. اي طيب. حاجه انا عايز ابدا حضرتك. احنا هناخد فاصل لان طيب انا عايزين نتكلم على الشباب تحديدا النقطه دي ما يقفلش على ايدينا. اتفضل ناخد فاصل، ابقى استاذنكم فاصل قصير جدا ونعود مره اخرى لاستكمال هذا الحوار اللي وعدت حضراتكم انه يبقى هادي، وهو فعلا حوار هادي جدا. فاصل واعود لحضراتكم مره اخرى. اهلا بكم من جديد. كان الدكتور خالد حبيب بيتكلم في مساله الشباب. عندنا في النادي الاهلي 147,000 اسره، لو قلنا متوسط هنقول يعني هنقول طفل ما بين الناس المتزوجه وغير المتزوجه في العائلات دي كلها، يتكلم على نقول 147,000 موهبه شابه في النادي الاهلي، ابناء العاملين دول الاعضاء دول كلهم اعضاء العاملين. اتكلم عن عدد اسطوري من الناس، كان ليا تجربه جميله جدا، كان ليا الشرف ان اعملها بشكل تطوعي اللي هو البرنامج الرئاسي تاهيل الشباب. ومعانا في القائمة شباب زي الورد من أول محمد جمال هولي اللي هو دلوقتي عدى السن لكن مسؤول عن كل خدمات الأعضاء والتواصل معاه، ومعانا مروان هشام اللي هو كان المهندس اللي عمل الإبداع بتاع البطولات الجماعية دي كلها، ومعانا الكابتن طيار أحمد مصطفى اللي هو مسؤول عن ملف الشباب عندنا بالإبداع بالثقافة بكل هذه الأمور. فاحنا عندنا خطة طموحة جدا، عايز الشباب دول كلهم نعمل لهم برنامج أقرب ما يكون البرنامج الرئاسي تأهيل الشباب. ده داخل الأهلي. داخل النادي الأهلي، 147,000 لو قدرنا والله نعمل منهم 10,000 على مدى 4 سنين يبقى عملنا إعجاز. الأولاد دول والبنات. ده دول أنت تفيد بيهم النادي وبره النادي. مصر كلها. هدفنا الأساسي نطلع ناس محترفة إيجابية وطنية بشكل كويس جدا، لو ما اتخطفش في شركات أنا مش بوفر له وظيفة، لكن أنا بديله القدرة إن هو يبقى لعيب محترف في سوق العمالة. بالظبط يبقى عليه طلب، او يعمل مشروعات خاصه، وجزء من اللي هيعمله محمد جمال قليل كمان ان هو في باله مجمع الخدمات يكون فيه خدمات ليها دعوه بجهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه، بناس بتدي انجل انفستمنتس اللي هي المشروعات الصغيره وغيره. يبقى احنا بنقرب الصوره دي كلها، ولو كل واحد من الناس دي عمل حتى مشروع صغير شغل معاه 4 5 هو بقى عنصر تاثير ايجابي جدا في المجتمع اللي هو فيه. مش بس كده، اللي هيعملوا الشغل ده عندهم زي ما عملنا في البرنامج الرئاسي، احنا جبنا مدربين من مصر كلها وعلمناهم عليهم تدريب مدرب وديناهم الماتيريال والماده اللي يشتغل بيها. انا جوه النادي الاهلي عندي ما شاء الله، احنا امبارح قاعدين مع الرواد في الناس الكبار. يعني انت هذه البرامج اللي حضراتكم بتتكلموا فيها هذه اللحظه عندما يحالفكم الحظ
وتبقى القايمه بتاعتكم هي اللي بتدير النادي من تاني يوم هذه جاهز السؤال من اللحظه الاولى تبدا البرامج دي اللي انتوا بتتكلموا فيها دي مش برامج دي خطط عمل هي حضرتك بتعمل ايه بالظبط فقط يعني الزرار اللي انا جمعيه العموميه يا فندم اللي هتدوس على الزرار الجمعيه العموميه تدوس على الزرار كله اشتغل المكنه تطلع قماش انا حضرتك كمان عندك الخطوات بتاعتها خطوه خطوه واتعملت قبل كده فانت مش بتطلع حاجه من الهواء تجربتها وعارف خطوات دي توصل ايه بالظبط بدون وقت على كلامك يا خالد يعني انا بالنسبه للتامين انا واصل لاتفاقات مع شركات عالميه هتيجي بالفعل اتكلمت معاهم طب عشان اقدر يعني احنا مش قدام وعود لسه انا مش احلام ولا اقول ازاي مش هعرف اعملها انا اوريدي اتفقت مع شركات وشركات من بره مصر وشركات ليها اسم ومستشفيات بره مصر وهتعالج ازاي وهتعمل ايه وهتعمل لي يعني انا بفكر مثلا للرياضيين احنا عندنا مشكله كبيره جدا في مصر اعاده التاهيل الرياضي اللي هو العلاج الطبيعي بياخد شهور وايام وليالي واللعيب الكبير بتاع لو في ناس بتضيع وفي ناس بتضيع لعيب الكوره يسافر بره وما نسافرش بره وعقده الخواجه طب ما انا اجيب الخواجه مصر بدل ما انا اصفر 10 لعيبه 15 لعيب 20 لعيب لا نجيب وعملنا اتفاق مع شون كلينيك في المجلس الحالي شون كلينيك دي مستشفى كبيره جدا في المانيا لاصابات الملاعب واصابات الرباط الصليبي وبنجيب منهم ناس يجوا يشرحوا لدكاتره العلاج الطبيعي عندنا في النادي والمدربين بحيث يبدا يعالج وعلم الناس عندي في النادي يعني كانها اكاديميه تخرج ناس يعني احنا فعليا بدات التنفيذ احنا برضه علينا لا يعني اقصد ان انت عامل ما هو جزء من التنفيذ بالاتفاقات وانك بتدي فكره عن كذا ما هو ده جزء من انا برضه عايز اوضح حاجه انا مهمه جدا ان حضرتك عندك في شغل قوي جدا بيعمل المجلس الحالي واحنا مش متواجدين في الصوره دي خالص انا مش محققنا نكون فيها بس عندك موضوع الاستاد الجديد ده حاجه جبار وعلى فكره حضرتك مش بتتكلم على حلم انت بتتكلم شغل بقاله سنتين او اكتر بجهات دوليه ده اللي قلنا عنه في الدراسه انا بتكلم على اللي جاي ده مشروع قومي ما شاء الله لمصر طبعا يعني مش هقول النادي الاهلي صاحب الفكره ودي فكره رائده لكن انا بتكلم في مشروع ب 4 مليار جنيه طبعا. هيدي فرص قد ايه للناس تشتغل هيدي فرص لشركات مصريه لا وهو نفسه الصوره اللي بيعكسها عن مصر لما يبقى عندك عندك على الاستاد بتتكلم عن مؤسسه طبعا مش كده وده جزء من اهدافنا ان احنا بنعمل تطوير اداري جوه المكان واعاده هيكله عشان لازم كل الناس اللي جوه يبقى عندها القدره ان هي تعمل حاجه زي كده فخرنا عليك احنا بس بس احنا لو جينا نسال السؤال بحيث ان احنا ايه نبقى مكثفين كلام لانه انا الحوار الحقيقه ما بحبش ان يبقى فيه حاله الصراع يعني ان احنا نرد على حاجات ونعمل حاجات إيه انا بفضل ان احنا نقول احنا هنعمل ايه يعني هنقدم نفسنا للناس ازاي لو انا خدت سؤال واحد لحضراتكم وحضراتكم تاخدوا الوقت المناسب للاجابه انه لو انت بتقولي للجمعيه العموميه انتخبوا هذه القايمه عشان بشكل بقى واضح بشكل واحد اثنين ثلاثه ثلاث اسباب. اولا ان احنا بالفعل ابتدينا شغل من غير اصلا ما نكون في المجلس، ثانيا ان احنا عارضين خدماتنا في اي وقت لاي حد يلجا لها. ثالثا ان احنا لينا برنامج محدد والبرنامج ده بالفعل احنا ابتدينا اشتغلنا عليه فاحنا هنبتدي التطبيق من تاني يوم ان شاء الله ربنا لو كرمنا. رابعا ان كل ده بناء على دراسه احنا مش ناس بتبيع هوا زي ما دكتور ايهاب قال. الدقيق طلبنا ثلاث اسباب فهي بدات في الرابع 25 ماشي 25 طلب ما شاء الله مش لاقي تقول الاجابات بتاعتها كمان. النظريه ان انا احنا داخلين بشكل مختلف المره دي تماما عن اي جمعيه عموميه تاني في النادي الاهلي، احنا داخلين بناء على دراسه كل واحد ليه تخصص خاص بيه. طب ايه شيرين اهم الملاحظات اللي بتقابلك انت وانت بتتحركي مثلا على البرنامج بتاعكم؟ يعني انت بتقابلي اعضاء من الجمعيه العموميه بتتناقشي ايه الملاحظات يعني؟ الغالبية العظمى الناس اللي موجودين في النادي الاهلي عارفين قد ايه احنا بنتكلم بمصداقية لان هم بالفعل شافوا تطبيقات او شافوا حاجات قدام في الفترة اللي قبل كده بالظبط فهم على وعي كافي ان هم يعرفوا اذا كانوا الناس دي فعلا هتخش تعمل حاجة ولا الناس دي مش هتشتغل اصلا هم حاسين فبالفعل احنا بنقابل بإيجابية انا شايفة ان احنا يعني بنسبة 90% الموضوع ايجابي جدا بالنسبة لنا الناس بتحيينا والناس لو عندها زي بعض مشاكل في حاجات بيوجهونا بس احنا محتاجين حاجة في النقطة الفلانية في نفس اللحظة بنكون كلنا مخاطبين بعض بنحاول نلاقي حل للمشكلة دي في اللحظة دي فهم بيحترموا فينا الموضوع ده بدليل ان النهاردة حصلت مشكلة يعني انا مش موجودة في المجلس الحالي ناس كان عندها بعض التحفظ على استلام الفرق لللبس احد الفرق النهاردة تم استلام اللبس بتاعه لمجرد ان هم جم قالوا المشكله دي قدام حد من الاعضاء المرشحين احنا وصلناها للمجلس الحالي المجلس الحالي ما كانش عنده مشكله في حلها فتحلت احنا التواصل وروح الجماعه اللي بينا قوي جدا جدا ودي حاجه نادره
خلاص كده. انا مش هجاوب ثلاث اسباب، انا هقول ثلاث حروف. ثلاث حروف. معا. معا. معا هي ايه؟ معا نبني. معا نحلم. معا ننقل النادي. معا افعال لاقوال. معا نصون الماضي ونصنع المستقبل للنادي الاهلي. ده السبب اللي احنا نعمل. شوف هو لازم يختم ده بيه بقى. ده هو لازم، لا لازم يختمه بيه. دكتور اياد ماضي مرشح فوق السن رقم 15 و4. لازم يختم. جميل ما شاء الله، جميل ما شاء الله. انا بقول لايهاب ان هو ممكن ياخد مكاننا بسهوله في العمل الاعلامي ما شاء الله. لا قوي قوي ممتع. ايوه انا لا انا توقعت الخير بعد ما معا 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 لازم يقوم قايل مسؤول الماضي ونصنع المستقبل بعيد. جميل ما شاء الله، جميل ما شاء الله. طيب دكتور لا هي القصه بكل بساطه هو الـ يعني اصدقائي اللي قالوا الدقه، هي القصه بكل، انت عندك رؤيه لكن الرؤيه دي مرتبطه باستراتيجيات واليات للتطبيق واضحه جدا وفريق عمل جماعي جميل قادر على انه يحققها وناس بتشتغل قبل ما تتكلم تخلي شغلها يتكلم عنها وناس نجحت في مجالات كتيره جدا. وانا عندي نقطه مهمه جدا بدل المهندس محمود طاهر، ناس مستغنيه، ناس ما حدش فيهم جاي عشان ياخد حاجه من النادي ودي مهمه جدا كمان. ناس مستغنيه يعني معنى كل حد في كل انت حد جيت انت مفروض داخل تخدم يعني ما انتش منتظر ما انتش داخل على مغنم يعني. ومحدش بيحارب عشان حاجة معينة. شيرين منصور ليها قصة جميلة جدا الانتخابات اللي فاتت، هي خرجت بفرق صغير. شيرين هي ترتيبها ال 13 على العالم مش كده؟ السباحة. السباحة ما شاء الله. تعرفش تقوم والله. هو ايهاب حضرتك من الصبح لحد بالليل يقول لي ما بعرفش اعوم. ده انا سباقتي كانت 88 كيلو و57 كيلو. بس دي معجزه اهلاويه لو حصل يعني. انا عايز وما بتعرفش وما بتعرفش تعوم. انا عايز افضحها في حاجه، افضحها في حاجه معلش. لان اول ما انا اتعاملت معاها خالص اول مره شفتها فانا قلت ايه الحركات دي، هم جايبين لنا حد بقى بانك وعامله شعرها بحركات وكلام من مش ناقصين يعني. فقلت بس ماشي يلا ما انتخابات محمود طاهر فاهم. انت قلت القيمه اتضربت. قلت لسه وراها حاجه اكيد دي حركات وكده. هو كمان قال كده. وبعدين قلت القيمه اتضربت. وبعدين بعد كده سمعت كمان احنا مش متعودين. وبعدين سمعت بعد كده من الناس بيقولوا لا اصل دي بتعمل بيها، انا اسف انا اتكلم على لسانك يعني، بتستدر عطف الناس عشان يقولوا ان هي عندها مرض والعياذ بالله مرض جامد فهي بتستدر عطف الناس وكده. وبعدين بعد كده عرفت بشكل مباشر ان هي بكل بساطه هي بتتعامل مع بنات واولاد صغيرين بيبقى عندهم سرطان، فهي عطفت مع بنت صغيره شعرها وقع والبنت كانت متاثره. فبكل بساطه شيرين حابه تقول للبنت احنا زي بعض انا معاكي. هي مدرسه في مدرسه. هي مدرسه في مدرسه. فادت مثل يعني الموقف الجميل ده صعب على اي واحده تعمله. مش اي حد يعمله. وليها قيمه الاحترام. ما تقول لنا الموقف. هي بتحرج هي ما كانتش عايزه تقوله. مش عاوزه تقوله ومش عاوزه تعلنه. لكن انا كنت فخور بيكي جدا يا شيرين. لا بس ده موضوع مهم يعني. جميل جدا. بس موقف حساس خلي بالك، هي مدرسه في مدرسه وتلميذه مع يعني. جميل قوي. احنا بنحترمه. انا بابايا اول ما شافني عمل ايه ده؟ وجوزي نفس الوضع. هي ما فكرتش يعني. الموضوع كان جوزك البس ولا قرر يعني؟ لا 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 ما فيش حاجه الحمد لله. الحمد لله. ربنا يسلمك. بس المنظر الجميل لا ده موقف نبيل طبعا. وعارف حضرتك اللي بتعمله وما بتعلنش عنه يبقى هي لا عايزه استعراض ولا عايزه شغل، هي بتوصل رساله للبنوته اللي معاها وللطلبه اللي في المدرسه كلهم. وهي دي النوعيه اللي احنا بندور عليها، تدي المثل من غير ما تعمل بروباجندا والفيلم الكبير. طيب انا هسال حاجه عن حاجه اخيره عن منظومه التواصل مع اعضاء الجمعيه العموميه فيما بعد ان شاء الله يحالفكم الحظ. يعني في كلام كتير يعني عن مش هنقول وعود هنقول برامج موجوده عن اهتمام حتى بالشخص. ويمكن يعني الكلام اللي قاله الدكتور والكلام اللي حضرتك قلته حتى وخلفيه حضرتك والموقف اللي قالته او اللي اتقال يعني شيرين عملته بنتكلم في مساحه من الاهتمام بالانسان طبعًا بالبشر يعني طبعًا. يعني انتوا عندكم انشاءات عظيمه مش جدا ده الاساس يعني خالص. ما نقدرش ان احنا لو الانشاءات جاهزه يا جماعه ما نوريها للناس كده وناخد كلمات اخيره جاهزه. انا حاسس الكنترول نايم. كنترول صح كنترول صح نام ولا ايه؟ على فكره احنا في العادي بتاعنا طيب ورونا نشوف نشوف الـ يعني تقرير صغير عن الانجازات اللي على الارض ويبقى دي الانجازات اللي اتعملت في المنشات وناخد على الاستثمار في البشر في النادي الاهلي هيتم ازاي؟ ورونا يا جماعه. الكلام عن الانشاءات واضح يعني طبعًا. حتى اللي انا اعرفه كمان من متابعتي ما فيش حد بينكر ده يعني ما حدش بيناقش يعني تيجي تقول انه محمود طاهر عمل 1 2 3 4 ما حدش بيجادل فيه. سؤال اهتمام دلوقتي بفكره البشر يعني الدكتور بيتكلم عن مساله العلاج هذه الروح العظيمه الحقيقه اللي ممكن تبقى اضافه. انت بتتكلم عن اعاده هيكله التواصل مع الناس بقى يعني ازاي الاعضاء الجمعية العمومية
يبقوا عارفين انه المجلس الاداره ده لما هيعزوه هيلاقوه ازاي، طيب. تواصلوا معاه ازاي. كالعاده احنا بنحاول نخرج من منظومه فرديه وانت جدعانه وحد دخل بدراعه ويعمل حاجه اللي هو الاكسترا مايل الى انها تكون منظومه واليه منظمه. اللي بيتولى هذا الامر عندنا زميلنا العزيز محمد جمال هلي، لانه عنده خبرات جميله جدا عماد 4 سنين في التعامل مع الـ من اول الموظفين والعاملين. جمال هلي ده طبعا والده طبعا ناس محترمه جدا، نقل الرياضي الكبير طبعا. محمد جمال هلي اتعلم خبرات جميله جدا في المده دي وبيتعامل بشكل مباشر، وشغال كمان في المجال البنكي في الاوبريشنز عنده عالي قوي. لكن احنا بنتكلم على جزئين، الجزء الاولاني في تواصل باليات محدده ان كل واحد يبقى عارف جوه النادي لو عايز الخدمه دي او المصلحه دي تروح لمين، نعمل حاجه اسمها سيرفيس ليفل اجريمنتس، اتفاقيه كده ما هيترد عليك دي في خلال 48 ساعه، دي في خلال يوم وهكذا. هيبقى عندنا الحاجات طبعا التكنولوجيا الحديثه اللي هي بتتكلم على حضرتك على ابلكيشن باسم النادي الاهلي، ويب سايت يكون مفعل، كول سنتر بيرد على الناس. وجنب كده في بقى حاجه تانية مهمه جدا اللي هي المستوى الاخر اللي هو اعضاء مجلس الاداره، واحنا في وجهه نظرنا المتواضعه ان هي يكون في زي لقاءات دوريه بحيث ان احنا متواجدين بشكل اسبوعي. في كل اسبوع هتلاقي مثلا ايه دكتور ايهاب مع شيرين موجودين مثلا الخميس والجمعه، السبت والحد مثلا موجود محمد جمال هليل مع مروان هشام وهكذا، بحيث انك دايما هتلاقي حد. لكن مش هتحتاج تقعد معاهم عشان تقول على مشكلتك، لانك انت عارف في مسار واضح بالنسبه لك، في شفافيه ان مشكلتك او طلبك او فكرتك اللي عايز تحطها او مساهمتك كعضو بعمل تطوعي في النادي ليه سكك واضحه ومعروفه لكل الناس. يبقى منظومه تشتغل باكثر من طريقه. طيب يعني. احنا بنختم دايما اللقاءات اللي هي فيها الانتخابات وحاجه. انا عاوز اضيف حته على الابلكيشن معلش غير التواصل. احنا لقينا مثلا حاجه لطيفه جدا في النادي ان الملاعب بنستغلها 88 ساعه في الاسبوع. المستغل منها 44 ساعه، يعني عندك 50% من الوقت مهدر مفيش. كلنا بنلعب رياضه، حضرتك هتروح ملعب التنس تفضل قاعد مستني اللي قبلك عقبال ما يخلص، ففي اهدار في الوقت. لو حطينا الابلكيشن ده هلاقي حجزت من البيت فانت هتيجي امتى؟ مش هتفضل قاعد، مش هتضيع وقتك ومش هتضيع وقت الناس الثانيه ومش هتقعد تسهر. فده ممكن تحط في الابلكيشن، انا لما عندي 88 ساعه المفروض اجرهم، باجر منهم 44 ساعه يعني 50 ساعه بس، يبقى انا فاشل. ما في اهدار. صحيح. احنا نعمل ابلكيشن الحاجات الحديثه اللي نقدر نخش بيها، ومنها نقدر نتواصل مع الاعضاء والاعضاء تقدم شكاواها وكل الكلام ده. طيب انا بطلب حاجه في الختام كده، انت توجهي كلمه للجمعيه العموميه بس هتبقي باصه للكاميرا بتاعتك، يعني الجمعيه العموميه قدامك وانت وجهي كلمه للكاميرا. يا ريت ننزل ونختار على اسس صحيحه. احنا ان شاء الله كلنا نازلين في الاخر بنخدم النادي الاهلي وبنخدم الكيان العظيم. بتمنى ان الناس تختار على يعني يكون على وعي كافي. انا عارفه ان احنا جمعيه عموميه عندنا واعيه جدا، بس يعني نبص ايه اللي حصل وايه التطور اللي احنا ممكن نطوره اكتر، ونقرا سيفيهات الناس مظبوط علشان كل واحد ياخد فرصته وحقه. اشكرك دكتور ايهاب. انا الدكتور ايهاب ماضي، دكتور في خدمه النادي الاهلي رقم 4 ولا خالص بعيد عن الانتخابات. طيب. انا بتكلم بجد، دكتور في خدمه النادي الاهلي، ملفي تحت امر النادي الاهلي. ان شاء الله الجمعيه العموميه انا واثق فيها، واثق في ذكائها، واثق في اختياراتها، ونتمنى نبقى معاكم الفتره اللي جايه، وكده كده احنا بنخدم النادي الاهلي. شكرك دكتور. انا طبعا فخور بان انا جات لي فرصه ان احنا حتى التجربه الجميله دي الشهر ده نتعرف على ناس كويسه جدا، نقرب من الجمعيه العموميه بشكل قوي جدا. اتفق مع زملائي الاعزاء في الثقه الكامله في الجمعيه العموميه. عايز اقول حاجه بسيطه جدا، ناس كتير جدا يقول لك ارجوكوا احكموا بالعقل مش بالعاطفه، انا بطلب الناس تحكم بالعاطفه، ان قمه العاطفه هي قمه العقل. انا ابني في بعض الاوقات بيكون محتاج عمليه جراحيه من كتر حبي فيه، لا لازم هيعملها، مش هقول لا عاطفه ما يعملش حاجه زي كده. قمه العاطفه هي قمه الوعي وقمه العقل والاختيار الصحيح اللي هو المستقبل الطويل، مش اللي هو نص ساعه دلوقتي يبقى عاطفي ورومانسي وجميل وبعد كده ادفع ثمن غالي بعد كده. فاحنا عايزين الناس يفكروا بقلبهم، حبهم للنادي ده يتحول لعمل حقيقي ان شاء الله، سواء احنا او اي حد هينجح ان شاء الله في المده اللي جايه. وزي ما ايهاب قال وزي ما شيرين قالت، احنا كل ما عندنا من طاقه وقدره ومعرفه تحت امر النادي الاهلي مهما كانت الظروف. معنا جميعا بشكركم جدا وسعيد والله ان انا التقيت بيكم. وزي ما قلت في الاول ان المساله بس انه الناس مش داخله لا صراع خالص ولا حرب، ولكن الناس بتجتهد ازاي ان هي تخدم ناديها. الانتماء ليه هو جزء من انتماء للبلد اللي كلنا عاوزين نشتغل لها ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا. شكرا جزيلا خالد حبيب ودكتور ايهاب ماضي. شكرا لكم. رقم 4 حسين و قائم الباشمهندس محمود طاهر. قائم الطاهر بتضايق قوي الباشمهندس محمود طاهر لما نقول قائم الطاهر. لازم قائمة مهندس محمود طاهر؟ لا هو كان بيحب محمود طاهر، فاحنا قعدنا نقول له نشيل محمود ونخليها قائمة طاهر. يقول لي انا محمود طاهر. اقتنع. اقول له معلش يا باشمهندس. اقتنع طبعا. وبشكر حضرتك جدا.
شيرين منصور، وسعيد بانه انك كنت معايا والموقف الانساني النبيل. عامل زي شيرين منصور رقم 3 تحت السن. رقم 3 تحت السن. طيب شكرا جزيلا، بشكر حضراتكم والتقي بكم ان شاء الله الاسبوع الجاي، وتصبحون على وطن.